الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه السهرة الرمضانية على قناة البلاد في حصة رنا. سهرانين وصحة فطوركم وصحة رمضانكم مشاهدينا اللي راكم تابعوا فينا عبر قناتكم قناة البلاد في رنا سهرانين. هذه الحصة الرمضانية اللي إن شاء الله رايحين نزوروا فيها بيوتكم ورايحين نكونوا ضياف خفاف إن شاء الله. إن شاء الله هدى وبمرافقة الجمهور الكريم اللي نحييوه ويعطينا تحية كذلك لنا حنايا ولضيوفنا اللي راح يلتحقوا بنا تباعا. نبداو نرحبوا بالفنانة القديرة اللي نحبوها ويعني ملكة قلوبنا يعني من زمان. نرحبوا كامل تحت تصفيقاتكم الفنانة القديرة نورة بن زراري. بن زراري مرحبا بك سيدة نورة. مرحبا بك سيدة نورة. مرحبا بك. مرحبا بي عندكم. نورتينا. الله يخليك عينيك الشابين. صح فطوركم. الله يسلمك. صح رمضانكم. صح فطور الجمهور الرائع اللي هنا. مع رمضان لاباس سيدة نورة. الحمد لله. اليوم الأول هذايا لاباس. سافا سافا. بخومي جوغ سي أن بو ديفيسيل مي. وحسن كيفه؟ حسن نهار الأول. نهضروا على حسن بن زراري يا. وي. حسن بن زراري نهار الاول ونهار الدوزيام ما تهضروش معاه بعد باش يولي حسن بن زراري. آه يا مرحبا به وصحه فطوركم ورمضان كريم. تفضلي يا سيده. كما تحضر معنا كذلك السيده والانيقه والجميله وسفيره الطبخ الجزائري اللي نقلت لنا الطبخ الجزائري عبر دول او عده دول. نرحبوا كامل تحت تصفيقاتكم شيف شهرزاد. مرحبا بك شهرزاد. شهرزاد مرحبا بك. مرحبا بك اخي. صحه فطورك. صحه فطورك. صحه رمضانك. والسيد نورتينا شهرزاد الجميله والانيقه كالعاده. منوره بوجودك حبيبتي. ربي يخليك. لاباس مع رمضان؟ انا نحب رمضان. على ارتاح في رمضان، جسمي يرتاح في رمضان، روحي ترتاح في رمضان. لانك تطيبين كثيرا يعني. لا راح تكتشفوا بلي ماشي لاني نطيب كثير. ما تطيبيش بزاف في رمضان. ما نطيبش بزاف في رمضان لان نعتبر انه الجسم تاعنا لازم يرتاح. ايوا نقي واش نطيب. سي بليزير بصح ما وراح نكتشفوا معاك خلال هذه السهرات اللي راح تكون في قناه البلاد في حصه رانا سهرانين وصفات نصائح ديزاستوس هكذا ان شاء الله. وانا سعيده بوجودي معاكم ونحن اسعد. مرحبا بك سيده. تفضلي. كما يحضر معنا كذلك في هذه الحصة وراح يكون سهران معنا طيلة الشهر رشيد. رشيد أور اللي جانا من وهران. صفقوا عليه رشيد. مرحبا بك. رشيد على سلامتك. يسلمك محمد خويا ربي يخليك خويا. ما راحش نقول له كيفاه مع رمضان كذا باسكو خويا ما يصومش هو راه مسافر. مرحبا بك عندنا. شوف انت درت هاكو هاك باين باللي صمت اليوم. واه صمت صح. شغل لك تبان نحيد الدرسه رشيد غير الخير نحيد الدرسه صباح. ها صيام ها ولد الحاج. راك شغل انستيزي يا حبيبي. واه والله لاباس. نعاونوك خويا. ما تقدرش تصوم نعاونوك رشيد. اللي تعاوني عاون كومبلي. ابدا وحدك. نعاونوك نهار يومين ان شاء الله. ان شاء الله بصحه ولنا رشيد. رشيد اللي راح ترافقنا طيله هذا الشهر الفضيل دائما يعني. رشيد راح تكون عنده فقره اللي هي كلمه وحكمه اللي دائما راح يفقهنا فيه وراح يعطينا في كلمات وحكم من هذه الكلمات ومعاني لكلمات احنا ما نعرفوهمش او نقولوهم ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك. تفضل. ان شاء الله. مرحبا بك رشيد. رشيد صح راك قعدت دون استئذان يا اخو ومتعاوننا احنا نعاونوك في الصيام انت ما تعاوناش. تعاوننا احنا نعاونوك تصوم انت ما تعاوناش. نعاون خويا رشيد. عندنا ضيف كريم وضيف عزيز على الجزائريين وعلى على الشاشه الجزائريه. ما كاش جزائري يوقف قدامه ما يضحكش هو يعني عمود من اعمده الشاشه الجزائريه اللي يعني نحبوهم. نعم. كامل وماذا بينا انت تستقبلوه رشيد. اكيد اكيد. نجم كاع نروح نجيبها لكم. هيا روح جيبوا رشيد. روح جيبوا بابا. بابا
مرحبا بك مصطفى. اول السيم وانا وايد دقي دقي عبد القادر شاو خلي ميساج مصطفى مرحبا بك. الله يطول عمرك. صح كاينه حاجه مصطفى، لو كان يكتشفك زيدان في هذيك العفسه هكذا يديك على بالك با ولا بالماضي ولا بالماضي وا بالماضي عيط لي ما بغيتش نروح. عيط لك ما بغيتش تروح ها على انا عندي صوالح وكش ولا اسمع هذا المنبر ولا بلا يسمح لي بالليلي بالليلي ما يكونش كوبي عليك العفسه هذيك هكذا تاعو. لا انا شوف انا كنت مع واحد ليكيب بكري سموها لمسيو ما تعقلوش عليها توما لمسيو واه بكري هذيك وعندها بزاف هذا بزاف واه عيطوا لي ماركيت بوت بالطالون كما تاع ماجر واه بالطالون ايوا عاود حكمت موراها ما حكمت ليكيب انا حكمت ليكيب خاطر هذاك الطالون هو خدم عليا فاهم بلاش هو الماجر اذا سلطاني يخاف يعينوه عليها ما يلعب يخاف يعينوه نديرو عليها هاكا هاليك هاكا هاكا حتى ال هادي تاع بيتشاك هادي هاكا وهاكا تاع بيتشاك هاكا 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 عاودتني عقل هاكا هيا ديروا جينجل بعد الفاصل نوليو فبقوا معنا رانا سهرانين على قناة البلاد إن شاء الله. مرحبا بك مصطفى وصحة فطورك. الله يطول عمرك. مرحبا بك وشرفتنا بحضورك وصحة فطورك ومرحبا بك في ألجي هنا. هشتي هذيك الضربة اللي درت هكا قوت الماكلة بصح كاينة حاجة مصطفى رشيد كي قال لو كان مثلا أنا اللي قلتها المشاهد الكريم يحكم كيف نقول مصطفى كيف نجيبها انا مصطفى عاود يا رشيد مصطفى والله على فرحتي والله على فرحتي مصطفى الحضور تاعك طالع لا ام حاقريني هنا بالجزائر صاحبي زي جيت معاولتني اختي شهرزاد وما نجمتش صح معليش هاي خلينا نسمع عمرتك شحالك انا شهرزاد شهرزاد هاي نسمعوا انتيا مثلا انت قدمتي مصطفى بس انا ما انا ماشي مثال حي للمعليه المشاهد الكريم يستنى مصطفى تبغيهم فرونسي تاني مصطفى 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 كي كي بومبي مصطفى 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 هيا نزيدوا نسمعوا نورا مصطفى لا لا ماشي هكذا اعطيها انا بسكر راسي سكر راسي تاع سكر راسي مصطفى مصطفى مليحه مصطفى 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 هي نورمالمون مصطفى اي احنا هكا قد مصطفى هيا دروك راني مصطفى مود مصطفى وهدى كيفاش تقدمي هيا مرحبا بك مصطفى معنا يسر مختي الله يسلمك لا سلطاني فعلا انت هو اللي ما قال هو اللي ما قال قلتها في الاول انا قلت مصطفى يا مصطفى كيما نديرها ما تجيش كيما تاع رشيد يستحيل انا قلت لك فرحتني اللي راح معنا اخونا مصطفى الله يطول عمرك لانه فعلا من انت وخوتنا اللي اسمها هي غايه الغايه غايه الغايه رانا صح رانا اون فورس لا الغايه اون فورس رانا اون فورس اليوم اون فورس اليوم باسكو رشيد قال لك يا ودي حقرونا وكذا منا دوك نشوفوا لا هو اللي حقرنا ولا احنا اللي حقرنا صح كاينه حاجه برك شهرزاد الحمد لله دبرنا لك اليوم واحد رمضان لي غلبوا رمضان هاولي فور هادو الايام تاع رمضان كيما انا صايم 5 ايام العام اللي فات صمت 6 ايام وعلاش رقعت ولا ما رقعتش والله ما عنديش رقعت ولا ما رقعتش رقعت ولا ما رقعتش شو دار تاع نص نهار هنا نص نهار هنا ولميتهم مع بعض باش لا نص نهار زعماك ديتهم ديفيلي هكا نص نهار نهارات 5 ايام دروك غادي نزير روحي في بالي صمت 12 يوم ان شاء الله ان شاء الله هيا ربي يقدرك ولا خلص ولا خلص كيما قلت هيا خلص قلت لك بلي انا ندي ندي على بالك خادم التوراق خادم التوراق خادم التوراق مصطفى انا مع الاولين وانا مع الاولين انت اول نوفمبر انت الانطلاقه تاع الرصاصه انا مع الاولين ماك شايفه كاع تصويرتي راني مشبهاتك قلت هو ماشي هو والله معك بصح شفتي تصويرتي ولا لا كيفاش شفتها 60 دينار هذاك اللي دايرها هكا انايا هذاك انت مصطفى سامحني شهرزاد بالك لحقت على 60 دينار اللي دايرها مازالت كاينه ولا كاينه هو انا واحد لافامي جا عندنا جا صغير مضاني نعطيه كي نقولوا الوراق تاع دراهم نعطيه هكا 200 ميل ولا هذاك النهار ما كانش كاين وحشمت وقاعد يشوف فيها هكا زعما خايف امرها درتها هكا لقيت هذيك 60 دينار هذيك عطيتها له بصح اللي لاحظ فيه
غدا بقى نتولى يلعب بها فمها سلطها جات على طوناليتي. اي وليدي راغا وليدي وليدي راغا تيت تيت وقتي. انا احكي لي وش يدير فيك رمضان؟ ما دار فيه والو مسكين والله. صح انت كيف؟ لا والله لا بيان ناشط ناشط نخرج نقضي كيما الناس هكا بيان ونضحك ونلعب ومنا وكاين اللي يسقسوني على لي زيميسيون اللي راني فوت فيهم مرة يقول لك اودي عجبتنا مصطفى ومنا وكلش والله صافي بليزير هذا سيدنا رمضان هذا كما يقول لك دخل علينا بالصحة والستر وكلش ان شاء الله ومليح لنا مليح لنا خاطش على حتى كاين شي قول راهم يشوفوا هذا رمضان لقاو فيه منفعة كبيرة صيام مصطفى قالوا قالوا لي وما نعرفوا لا صح رشيد وقال هكذا قال لي يومين دير 20 كيلومتر و 20 كيلومتر بارجور اليوم على الخمسة تاع الصباح لا 20 كيلومتر بارجور يدير هيدي راك تمشيها حافظ عليها لا نديرها بالطاكسي خطره ستوب خطره صافي طوموبيل مصطفى وا قولهم وين تحبس القرايه من ادكتيف كاليفيكاتيف ما وليتش واه بعد القرايه تزيرت زادوا مروحه زادوا لها زادوا مزي حبست صار لك كيما واحد صاحبي كان يقرا معايا عباك في الفرنسي كاين تروا جروب في ليفرب كاين ليفرب دو بريمي جروب يقول لك يكمل او ار وزوج تاع الدوزيام جروب اي ار وكاين ليفرب ايريغولي طوندرو ايه واحد صاحبنا البروف قال له اعطيني ان فيرب دو بريمي جروب قال له تاعش قول له يكمل او ار قال له الجي صحيح الجي مصطفى كيفاش رمضان بكري دوك وكيفاش تبدل في رمضان تاع يا نورمالمون هذا العام كان غادي يطيح في عنابه هيا عاودوا قال لك لا الا قلنا نديروه ناسيونال هيا راه الناس مصطفى انا فهمني في حاجه علاه انتوما في وهرن تفطروا مورانا قد كاين وحنا دروك حنا بلان حنا كي نجوا تاع العاصمه كي نجوا كي نجوا عندكم الوهرن تفطروا ابو ايه نعيطوا لي يقولوا لي رانا فاطرين صح فطورك صح يقولوا مازال ما فطرتش انا في وهرن مازال السمش كي تهود كاين ضوضان من جهتنا غاري شويه مصطفى يقولنا صغار ويديروا الاذان وما يفطروا حنا انا قاعده والمؤذن تاعنا يبطا ونقعد يا ودي احنا متفاهمين معاه خطرات يتفاهم مع في الامساك بركه قال ما نقول لكمش على الفطور خاطش قال لك ما نجبش في المغرب قال لك الامساك ندير معكم ايا مسكينه خطره خطره ويطلع روطر فاهم خطره يطلع حتى للسمعه وعاود يولي يقول لك السيد صوالح عاود يولي اه كيما العام اللي فات العام الجاي هذا وقيله وقيله على حسب ما شفت سمحت انا واحد ليزيميسيون قال لي غادي يصوموا شهر وخمس ايام لا شهر وعشر ايام علاه؟ خاطر العام اللي فات شرب هالخطره غادي يحلوا لها العطفه يعني انت في رمضان هكا تتشهل تتشهل ناكل تاكل وناكل شي ما مشي ناكل لين زعما ايوا كي يقولوا لها الوغ دوكا انا نشهيك انا شهيه هيا نروح ل كوزينه ديريكت خطر خطر نرفد هذيك شنو راكم دايرين هذه على ما زدتولهاش هذيك وهذه وانا الجوع راه يدي ليها وهذه على ما درتولهاش هذيك وهذه اي من يحطوا المائده ما تلبس طابليه يا مصطفى ولا لا والو لا دي كومبينيزون على ما مصطفى ما يخرجش هيك دوكا عندنا واحد الفيتيير نروحو نشوفوه ونعاودو نوليو ان شاء الله يتفنن الخباز الجزائري في شهر رمضان في إبداع مختلف أنواع الخبز اللي تخلي المواطن يحير وش يشري وما يقدرش يقاوم الريحة الزكية وشكله الجذاب والمغري نديو تاع السينوج يديرونا البسس يديرونا البريوش وكاين هاد خويا المطلوع انا نشتي المطلوع في الدار في رمضان دي فوا تشري 10 15 حنا نشتيو نديرو الخبز هكذا تاع رمضان تاع الصخفه راك تعرف تاع الشربه خبز الزيتون والجلجلان خبز السميد خبز بالمكسرات خبز بالشعير والنخالة خبز الكامل وكذا خبز الحليب والزيتون والقائمة لا تزال طويلة وكلها تختلف في الأسعار ديالها نخرجوا بالا خبز فيها 500 خبزة تخرج فيه قولوا ساعة عندنا الدورة عندنا النخالة وعندنا خبز الشعير وعندنا المطلوع هذا خبز تقليدي تاع التمثال الزبائن تاعنا عندهم فضل كبير على خبز المسوس يحبوا يصدقوا على الناس البساطة والمرضى
يعني أثناء الأوقات نمدوه ببلاش. على الرغم من أنه الخبز يزين المائدة الجزائرية، إلا أنه نشوف عادات تبذير الخبز منتشرة بزاف في المجتمع ديالنا، واللي لحقت إلى 13 مليون خبزة يومياً خلال شهر رمضان. وهذا الشيء اللي لازم نديروا له حساب قبل ما ننشره، لأنه كاين الناس محتاجين خبزة في الطابلة. يعني كان هذا فيديو على الخبز، وحنا نشوفوا ان الجزائريين يتشهوا بزاف. حنا قاعيتك نتشهوا، سورتو كي نروحوا البولونجي نشوفوا بزاف انواع تاع الخبز. كيما قلت، الخبز بالشعير، خبز بالجلجلان، خبز بالمكسرات. يعني انت ادرى بهم، انا نعطي الكلمه ليك شهرزاد، انت ادرى بهذه الانواع تاع الخبز. صح، سي فري كي يا بليزيور سورت دو بان، زيدي عليها بلي في رمضان كاع يبغوا يديروا الخبز في الدار. يعني كل وحده تتفنن دير داك الخبز. المشكل مشكل سكوالفنا ناكل كلشي بالخبز، حتى لو ما لازمش ننسوا بلي فيه سكريات، وهو من اسباب السمنه هنا في الجزائر، اسباب امراض كثيره لقبان كثروا فيه. والمشكل الادهى اللي حكيتوا عليه في الاخير، واللي لازم نوعي الناس عليه، سي الكاسبياج دو بان، سي افولون. زعما رانا مسلمين، خطر تشوفي ساشيات برا. علاه؟ كل عائله تعرف روحها شرا تاكل، ولا شفتي روحك باللي ما غاديش تاكليه. كاين الكونجيلاتور، الحمد لله كامل لا بليبار عندهم كونجيلاتور دروك، ضميه تصيبيه النهار اللي ما اللي تحتاجي فيه الخبز. علاه الضياعه؟ صديق من كثره ما نعزوه نبخسوا به من بعد. هذا التناقض اللي عندنا شويه غريب. لا لا نديب صح عندهم بصراحه، خاطر علاه دروك انا خدام، خطرت ما نخش معاهم ما كاينش اللي يشري لي. نشري 20 ايه تكونجليوهم. واه واه، تخبيهم باش يشرو باش يزيدو كونجليهم وين يخرجوهم، نحميها خير من النهار اللي شفتها. والله كي ديرها في الاخر تجيك كروستيون، تجي مقرمشه. لا بصراحه نشري بال 20، مو كوش راه يسمع فيها ديريكت زعما، وحاسبني راني نعاود البيع ولا بصح. غادي نقولها له دروك من هذا البلاصه هذه، غادي نقول له باللي كونجليها. نورا انا نولي لك، انت من النساء اللي في رمضان تعجني ولا تشري ولا؟ انا الخبز ما نشريش، ما نحبش يعني طعام ربي، ما نحبش نستعمله في الماكله، ما في الكوتيديان تاعي. اون فوا يجي رمضان سي الكسره، عندنا كسره رخيص ولا مطلوعه. وعندنا خبز. ما فيش عندك تبدير تاع الخبز؟ لا لا لا، ندير تعجنيهم. ديري قيسك. قيسي لا جورني. تسمى تعجني نورا؟ اه عندي بيتخان. ايوا زعما نقرو بالعقل. الله يخلف على البيت. يعجن دروك. اي باليش. لا والله يعجن ثاني. بيتران دروك. بيتران وهكذاك وساعات. احنا اليوم عندنا لك بزاف لي سوربريز. واه يا باطو. والاوركستر راهو عنده لك. كيندر هذي كيندر. هذه كيندر. انا نروح للجوك الموسيقي ديالنا ويعطي له لا بروميير سوربريز ديالو. هذه الموسيقى تاع بلا حدود. هذه تفكرني بال كيما يقول لك بنهار اللي عرفت الشعب. انا ما كنتش نعرف الموسيقى هذه ضربه الاولى، بصح كانت عندي واحد الساعه قدام ندخل للدار، قضيت في المارشي كلش الناس، حتى واحد ما يعرفني، واحد ما يعرفنيش. رحت قضيت هكا ومنا وكلش، هي قلت المدام، قلت لها اليوم غادي تفوت هذيك ليميسيون تاعنا ومنا وكلش. قعدت في الدار هكا فطرناني عقل، درت وتفوت هذه الموسيقى، عجبتني بزاف. شابه بزاف شابه. واه هي وفاتت ليميسيون، قلت لك افون ساعه ما كانش كان اللي يعرفني. عاود خرجت برا لقيت موند واحد اخر، قلعت وضعوا حابسين الدنيا وسطول. يعطيك الصحه ولا يعطيك منها شاول. وهذه دارها واحد سموه نجبدوه بهذا المنبر كما يقول لك، والناس ملاح بزاف وكلش ويستاهل به نجبدوه، سموه مصطفى زيتونه اللي خدم هاد الموسيقى هذه. خو مختار. واه مصطفى زيتونه. ونشكروا ثاني المخرج تاعنا بابي، الله يذكره على خير.
ثاني كنشكروه بزاف. شنو رايك في لاكاس انا كيفاش جابوا لنا الموسيقى هذه؟ يزيدوا لك وحده مصطفى. هذا شويه ثقيله شويه ثقيله شويه ثقيله. على بالك هذه خطينا منه. محمد خطينا منه. قال لك عطوا له وحده ثقيله. هذه الموسيقى تاع بلا حدود فوارا كنا نعيطوا لها الكوفر فو. ايوا باسكو كي تسمعها شوف واحد ما تلقاش برا جو بونس في كاع الجيريا. هذاك الوقت انا نخرج والله لا نخرج يلقني نشوف الحياه كي دايره والله لا نخرج نقول ندور وحدي. وكان الصيف كاع محلولين وكاع التلفزيون وتزازين وتسمع بلا حدود. كانت قليله ما البلازما هكا صافا انا كاع كان هذاك ما كانش بلازما ما كانش بلازما كان غير اللي تخبطها كي يحبس لك تخبطها باش يقلع حيعاودوها لنا وتنطش. لا ماشي هذه هاني درك راني ثقيل وكل شيء حاجه ثقيله باش نهبط الماكله. عطيني واحده صلصه الله يحفظك. عطيني واحده صلصه هاي بالحليب بالحليب. صلصه حاره ولا بالحليب بالحليب بالحليب. هاي نوض بصح مصطفى باك دباك دباك دباك. الفرقه الموسيقيه تاعنا يعطيكم الصحه الله يحفظكم راكم هذه الغنيه تاع مصطفى. هذه الغنيه تاع هنا هنا ومال مصطفى ما جاش. ارجع 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 غادي نوريك كادي يدخلوا للعرس وحشمان بايقلع الحشمه باه في مزق بايقلعها بالعلك اطلق تشو اطلق اطلق. خويا بكري 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 كانوا عندنا العرس يديروهم في السطوحه. انا عرسي كان في السطوحه. انا شفت هذه زعما خدت السوفينير هذا ما ينقلعليش من عامر راسي ما ينقلعش. جابوا العريس همولي دغر دغر همولي من قاعد في الكرسي هكا السروال طلع داير سيرفيت محمره من تحت كان البرد شعرك زاد. انا نعاود نولي اه وي احكي لنا على عرسك كيفاش كان. شنو كان يديروا؟ العرس راه في السطح الاولى يسربوا السلاطه فاهم؟ هيا راهم قاعدين هكا سربوا سلاطه ضربوا سلاطه راهم قاعدين يضحكوا هكا كي تسمع شد عليه شد عليه قاعد يديروا هكا يجيبوا شوربه ومنا وكلش هيا كان يخرجوا بالطبق بكري بالطبق هيا يرفضوا كلش يقولوا ما يعاونوا مولاي السلطان اللي عندك تجبده تخلص هذيك الفطور اللي كنت تخلص هيا اسمع والله كملها لك هيا تعاون هكا في الطبق هكا وكلش تقعد واحد شويه حتى يقلبوا الميكرو اش معاه غادي يقصروا فامي ثم مخلص وكلش وكايسين وحدين ما يسمعوش هذيك الهضره يديروا روحها يهضر مع صاحبه يقولها منه تيجي عندها يقول لها غادي يخسروا اون فامي يا جماعه. شحال زاد انا نعاود نولي لك ومازالني شاده في العرس ديالك فوق السطح. احكي لي كيفاش كان الاجواء تاع العرس. زوجتي في السطح زوجتي في السطح ثاني مصطفى واقيلا لا لا في كولوار مصطفى دارنا في الرمشي تاع في الرمشي وين يبيعوا العنب و دارنا مقابله المجمع الديني اللي ما يعرفوناش اي سي فغي في السطح جينيرالمون كاع تما كاين عندهم ديار عندهم سطوحه سطوحه اللي مازال فات انا مازال ما فهمتش في ديورنا علاه يخلوا هذاك السلك دائما خارج دون ليسبوغ يزيدوا ضاله واحده اخرى لا لا بنينا اخر وقعد خارج جو مقابل هذه الخضره خرجت التصاور تاعي حطيتهم الانستغرام اختي كنت على ديداني درت واحد العرس كي داير الله يبارك فيك مازالك على ديدانك شهرزاد شهرزاد مازالك على ديدانك ربي يحفظك تشاوله الله الله شنو نقول لك ما ندعي ليه واش كوا اللي فيه كيف اللي يدير لك الديكور تاع الديكور واش انا نقول لك واحد النوار بلاستيك 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 نوار 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 بالفيغ والغوج
واحد لي كولور هكذا هي لي كولور لي كولور تاع البلاستيك هكا مدورين بيك و... حابه نورا تحكي لنا نورا كعاقل على لي بيس مونتي اللي كانوا يديروا واه قدها اكثر منك وهذاك اللي يجي من الفوق تاع عريس وعروس عروس وعريس من الفوق مازالوا يشربوا بعضياتهم ونورا كيفاه في السطح لا في الدار في الدار ما درتش حاجه كبيره مي حاجه عضيه بعدكم السطح لا عندنا صدرنا عضي قلنا بغيتش ما نحبش كبريولي كنورا هنا كنت تديري حاجه زعما غير صغيره كاع يجوا كاع يجوا كاع صحاب دي 200 يجوا 400 صح صح انا باخذ شاشره يلقى لكم تباركوا لي علاه علاه غادي ان شاء الله نترشح ان شاء الله واه ان شاء الله الله يسلمك برنامج شرعيه برنامج 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 اودي واش داك لا لا غادي نترشح خاطر التصويره تاع برا قالوا لي الا قدير خاطر واحد صاحبي قال لي الا قدير تصويره والا قتشف اه تاع برا كيف دايره بدات نعاود له جروب له صاحبي عاود له جروب شوف هذه دي فايت بصيف عليك مسكين والله نفوت عليك شوف ربي تقبلوا ها هاي لوين عاودنا الخزرة راك تفوطي ولا ما تفوطيش والله لا شعبنا قادر يفوط عليك شفاقة والله مصطفى هو ما يفوطيو عليك كيف هاه لا فوطو ما كومبري شوف كاين حاجة تانيك سوبر مارشي ولا الانسان يشري قاطب الشاري وهذاك وراه يضحك منا هكا او هذه شابة واه هذه منا هذه كيف لا كاس يتبدل حاجه تخوف الله تعالى واحد الخطره على بالك ما نزيدوش نخدموا حنا لا بيبليسيتي انا صاي لقيت شيبانيه والله العظيم هذه لا معكم بصح لقيت شيبانيه قضبه بورطاب وتصور وتقول لهم هادو كيسانا نديت منهم ومليح هادو فراشي ديتهم بنتي هادو هاكا دير في لا بيبليسيتي شيبانيه واه معليش مصطفى واه انا نحبسك نروح نشوف واحد الموهبه ديالك اي بسم الله استنى حبس نروح نشوفوها غير هنا نروح نشوفوا هذا الفيديو نوليو اي شبه والله نسمعوك قبل مصطفى هنايا بالبسانتي من بعد حكينا على حبيبي اودي راني مقولي شويه على بالي خلينا ندير سبور شويه راني نشوف فيك راك ترعد هكذا كي قلت لك يا ودي ايوا من برا هاي هاي مصطفى بسم الله اتكل على ربي الله شنو تبغي تعيش غنيه تعيش سي رشيد 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 تعيش غنيه لك الشرف اللي تبغي لا لا تبغي انت رشيد فنان كبير يا اخويا واحد النهار انا وحازم وحميد
قال لك اودي راه عندنا واحد الخدمه. قلت لهم راه جماعه عندنا النيميروات بزاف عندنا ما ندوز سنتي ونديروا في هذيك الحفله هذيك نديروا الحان وشباب. انا نلعب واحد ولدك يقول لك الشيخ نلعب واحد لانوت ما يغنوش فيها يجي من عند شكون ما يغنيش فيها. هيا قلنا لهم احان وشباب سجلوا رواحهم والدنيا ولي فامي هكا وكلش. قال لي واحد قلت له اش تغني؟ قال لي حسني. قلت له تعاش. قال لي اللي خليتها لك امانه. قلت له هي نلعب لها اللي خليتها لك امانه. سيد هكا كوف كان فيه باراسيون ينحل ما نجمش واحد لانوت واعره. قال لي بس بورتون عارف الغندي. قال لي قلت له بصحك سمع خليتها لك هذه هي. اذا نديروا فاصل مشاهدينا الكرام ونعاودوا نوليو مع مصطفى. رانا سهرانين دائما على قناه البلاد مع رشيد شهرزاد ونورا ومصطفى وهدى. فاصل ونوليو ان شاء الله. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ما زلنا سهرانين على قناة البلاد وما زلنا سهرانين مع ضيوفنا اللي جاوا شرفونا وضيفنا اليوم اللي راهم زهينا ورانا فرحانين بزاف به مصطفى. مرحبا بك من جديد مصطفى. الله يطول عمرك. قال لي مصطفى عنده الضحكة تاع شاب خالد. يا شاب خالد ودختي. صح دختي شاولا ما نهضروش معاهم فاهم. دابزين متطورة من العفسه تاع التشفاف اللي قاست عليكم الماء كنت على بالك بها. جوالين كاع على بالهم بها مالك. سبحان الله. وانا قلت السر ما خرج معليش. مصطفى قالي غادي نروح على بالك ما هذاك الاخر الزياده هذاك عندك واحد جوج قمايج ولا ثلاث قمايج تخدميهم. مصطفى مسكين راه في القنت وانا قريب نقول راك داي بلاص بزاف. الله مصطفى على بالنا بلي مازال عندك انت مواهب واحد اخرين وعندك واحد الموهبه دوك نروحوا نكتشفوها في الفيديو ان شاء الله. واه شكون هذا؟ هذا سنوب دوك. شكون؟ واه دوك ما نعاودهاش. أجريا لا مش أجريا مصطفى أمريكاني هذا. هذا ما دخلنا عنده هذه يخلص بزاف. هذا ما دخلنا عنده دخلنا على عنده وحنا الجزائريين جايين في هذا الصوالح. دخلنا دي جورناليست باللي جايين من الجيري وباغيين نديروا معك انترفيو ومنا وكلش ودخلنا عنده خاصك كنت تقول له باللي تورناج ومنا يخلص. صحاوي مصطفى شحال يخلص؟ هذا يخلص شحال هذا؟ يخلص ستار عنده نجمه في شونجي داستمك في هوليود عنده نجمه تاعه وكلش. انا هنا نحبسك كيفاش كنت تهضر لونجلي؟ وين مصطفى عنده؟ انا كيف نهضر لونجلي؟ غادي نكون نحكي لاختي ضربت واحد الخمس ايام تمك خمس ايام في نيويورك كنا بنطلع لشونجيلاس نمت روحي ندقدقها لونجلي. وين حبس دقيقه وين؟ شونجيلاس عاوده لا صاي لا عاوده لا صاي قول عليها خطره لا حلف ما يعاودها خلاص. اي قلت لك نمت روحي ندقدقها لونجلي مع لي زونجلي هكا وانا واسي وانا واي تقعي هكا مكاش صباح الله كي نوط مدت صوف كاردي كل شي راح بس وقال حاجه ثاني كثر فانديزنا في روحنا الامريكان درنا واشنطن نيويورك وبوسطن ضربنا شهر ومين جينا هنا جاتنا واحد صواري وين في اصطاد في غيليزان تي فاصينا كل شيء يعني شفناه من شهر هيا يرقصوا والتيف طالع هكا اي راح الله الاخر ودا سوفينير راح شحال يخلص نبيعوا كاع كلاوينا وما خلصش شنو دخ لا ستار مونديال نزيدو نكملو في النوستالجيا ونزيدو نروحو نشوفو واحد روح شوي الماء 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 راح ماذا تريدون الماء لبيك لبيك درينك وطنيك بين يديك ما تنسوش
زورو زيد كبير. هذه بيبليسيتي مصطفى. واه بكري هذه. كلمي على هذه بيبليسيتي كيفاش كانت؟ هذه ولا هذاك المخرج كي كان يخدم فيها ولا يضحكوا عليه. انا شنو يدير غادي يخرجها من البريق ومنه. واه والله العظيم هذا با بيبليسيتي كي كان دروك دروك الحمد لله يا ربي. وهذه عباس قفله. اه تريو هذو خوتي هذو. هذو ما نقولهمش صحابي ولا نقولهم منه وكلش. انا نقولهم خوتي. كيفاش تلاقيتوا؟ الملاقاة تاعنا هذه الملاقاة تاعنا انا كنت نعرف حميد ونعرف حازم. حازم ما كانش يعرف حميد. انا نعرف حميد ونعرف حازم. جات درنا حنا وحازم كنا في المسرح كنا نديرو كنا في فرقة كبيرة اسمها تيتيو تي ترافاي دورو. كنا 32 كوميديا كنا نخدمو حنا وحازم. اه خدمنا شحال من بياسه كي اسطوره واد الخير كي خويا طلع كابوت كان اللي حسبونا دار هكا. شوف 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 التليفون تاعك هذا. هما العس جنابك التليفون تاعك هذا. اش تقول؟ الو 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 وي صافا كي راه خويا واش راك دير؟ قاعد نفوت براش قاعد نفوت براش قاعد نفوت صافا واخويا عيط لك في هذا الوقت لانك تتحدث على ثلاثي بلا حدود. نعم وقلت لك بلي هادو زوج خاوتي ماشي صحابي. واه هل كانوا صحابك كانوا خاوتك ومازالوا خاوتك ولا واحد فيهم اللي مازال خوك وواحد تسيباريت معاه والمقصود باللي تسيباريت معاه حميد؟ وإذا صحيح هذا الخلاف وش سبب هذا الخلاف مع حميد؟ لا ما كانت خلاف هذه غادي نقول لك بلا حدود فرقوها قالت على بلا حدود كاتون فورس كنا مبلعين ما كانش عندنا لافويت شوالا دخلوا الناس ربي وكيلهم كما يقول لك كذبوا على أصحابي بلي قال لهم بصراحة قالوا لهم بلي مصطفى راه يبني ومصطفى راه يدير داروا لهم حاجة في رصانهم اللي زعمك وقعت الانسحاب بيناتنا فهم. وهذه انا نقولها من هذا المنبر هذه انا حامد خويا وحازم خويا خويا ينقص فينا واحد ننقصوا في ثلاثه خويا هذه الدنيا هذه كون انا نموت تريو راح مالغري ما ناش نخدموا في رحبه خويا حازم ولا الاخر يروح كلي شغل متنا في ثلاثه وهادو خوتي وحبابي وزعمك ماشي قال ودي فوتنا فوتنا في وقت واعر فوتنا قاصينا ريسكينا كلش على خطر هاد الشعب وكلش شاولا كاين المفسدين كاين الناس اللي دخلوا ربي وكيلهم ان شاء الله نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل داروا بومبا في وسطنا بات فركت هاد لاتروب هادي وزيدك حاجه واحده اخرى ثاني ولاو ثاني المنتجين ما نجموش يعيطوا في ثلاثة كانوا بكري يعيطوا ثلاثة تروا بي تروا كاشي تروا روبا تروا شومبر كلش دروك شويه الحياة قلالت وكلش راهم خطرة يعيطوا لمصطفى خطرة يعيطوا لحازيم خطرة يعيطوا شاولا التريو ما بغاوش يلموه مع بعض. حميد راه يشوف فيك واش تقول له مصطفى؟ يا نعم حميد راه يشوف فيك واش تقدر تقول له؟ نقول له حميد اخويا وحبيبي وما ننساش شافوتنا ولا كاش هضره ولا كاش منا انا نبغيك نموت عليك وفاميلتك فاميلتي وخوتك خوتي والشعب تاعنا هذا هو اللي يحكم علينا يعرفوا مصطفى القدور تاعو بيني وبين خوتي زعما حازم وحميد انا قلبي صافي 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 كي الحليب نموت عليكم. زيد نقول لك هدى سمحي لي وهذا حميد فوهرنا عيطوا له حميد كلافيا 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 استدير من يصيدوا الناس بالحوتات كلافا في لامسون جيسبر نتمنى حميد الهضره تاع مصطفى جيسبر كلافيا كلافيا وي ان شاء الله حنزيدوا نشوفوا مقطع واحد اخر ان شاء الله.
شوف انا حبيت نسقسيك يعني والله غير حاب نعرف رشيد واش من المخرج اللي يقدر للمصطفى يعني يقدر يلمهم مصطفى حازم وحميد ويتحكم فيكم يعني ولا ما ولا شوف بكري بكري شوف بكري كنا نخدمه هذا الوقت هذا اللي درك هذا اللي ماشي اللي كنت تشوف فيها هذا الوقت اللي الانسان كان الضحكه راحت له صح كان ما يضحكش الانسان كان يقولوا دكتور يخدموا بلا سيناريو بلا والو ما كانش الوقت باش تكتب سيناريو هذاك الوقت شو ولا كل الهدف تاعنا كان يلي تلعب خفيف باه يضحك الشعب حيت كان في واحد المرحله اللي الانسان ما ينجمش يضحك صح وشوف هذاك الوقت ما كان لا سيناريو لا والو كنت نخدم في الليل الغدوه ان شاء الله تورنا مصطفى كي تشوف هاد لي فيديو واش تحس انا نشوف شي لا فيديو انا نشوف مورا لا فيديو هذوك الايامات كيفاش كنتو تجوزوها ودي ايامات شوفي والله العظيم انا ما غاديش نقول لك باللي كاع الناس تعبت هذاك الوقت وكاع الناس شاركت وخش هذاك واجب درنا استا واجب كيما درته انا دار اخويا دار الاخر ودار استا واجب شاولا زيرنا روحنا وكنا نهضروا على هذا الوقت اللي رانا فيه دروك كنا نخدموا مريسكين وسمحنا في ولادنا وسمحنا في كل شيء ما ربيناش غاية تاني فهم كنا نضربوا على هذا الوقت كنا نضربوا على هذا الوقت كي تسقم الجيري نخدموا احنا بس كي جاء هذا الوقت هم شوكم مالك خارت وش هي بصحة تفضل عشان ديك البكية تاع عام تاع ولايتي ليا ولايتي ويا دراك اسمها فيها الغدوة الغدوة وين الغدوة فليستو فليستو واه بكيا جابتك أبارتومو ولايتي يا ولايتي أنتني سكتت أحبك يا ولايتي امرتي وابنتي تحبك يا ولايتي أعطينا سكناتي يا ولايتي مصطفى مصطفى دقيقة برك هدى معذرة يقولوا باللي اسما باش تحصلت على سكنة كيما أنت كيما كل الجزائريين يعني كاين اللي يقولوا تلاقيت مع مسؤول هكذا وقلت له حكيت له حكايه يعني هذيك مع واحد المسؤول اها سقساني قال لي مصطفى بصح راك تبكي على السكنه مني تك قلت له ودي راني مضروب قلت له راني ساكن في سطح هذاك الوقت قلت له كون زيد عام غادي تولي عندي عقليه تاع حمام عقليه حمام عقليه حمام سلطاني ورانا بصح وقت كان صعيب وقت نخدموا ما كانش ما با يخلصوا نيشان وقت كانوا يريسكي وقت كانوا يحب يسلفوا باش يخدموا انا واش راكي تهضري حبيت نعاود نولي لك مصطفى ونقول لك هذاك الوقت تاع بلا حدود هذوك السلسلات اللي كنتوا ديروهم وشنو هي حكايه بالك صارت لكم حكايه ما خرجتوها لناش حنا وشنو هي الحكايه اللي ماركاتك فوالا حكايه ما باليش بالك تكون مليحه بالك تكون ماشي مليحه شوفي هذه حكيتها وبصح نزيد نحكيها لكم بون ها لي بنا بلا حدود لي زاني 90 لو برومي نيميرو تاع غير هاك لو برومي نيميرو شي يديروا الجزائر عيطوا لي بصح ما عيطوش للتريو عيطوا لمصطفى اوه نروح ما نروحش نروح ما نروحش منا هي قلت للشاشره قلت لهم ودي راهم عيطوا لي من الجزائر منا روحت دوني واحد لوتيل شباب انا نقول لك بجديه با تعرف هذا الارتيست كي داير هذا زعما راني نحكي لا صراحه راحه خلوني في هذاك الهوتيل ايا قالوا لي هنا غادي تتعشى وتفطر في هذاك الهوتيل هوت الحشيه هوت هكا ركبت من هكا من هذاك الباب هكا لقيت الله خلاص يخلو فرشيطه الدنيا ما بغيتش ندخل ناكل قعدت لا الحشيه لا والو واه فاش دي هذا عاود الصباح الله محمد حلمي الله يرحمه ويوسع عليه كان عنده هو اللي عيط لي في البروجي هذا قال لي مصطفى راني مسحق هذيك تاع غير هاك ديرها لي في الفيلم تاعي قلت له صح اي عيط الريجيسور قال له دبر لي على واحد يضرب غايطه وواحد يضرب قلال قلت له هنا ندخل صحابي صحابي هنا يدخل بلاصيهم واه قلت له سي محمد قلت له انا عندي صاحبي حازم وحميد واحد يضرب غايطه واحد يضرب قلال قال لي غايه مع لي كوميدي قال لي عيط لهم عيط لهم انا في التليفون تاع الدار قلت لخويا عيط لهم قلت لهم واحد يدبر قلال واحد يدبر غايطه بون حازم تاعنا حازم طلع قلايلي دبر قلال قلايلي لي قلايلي طلعها في شكاره تاع خسره في الايروبور هكا وحامد من واعر وكلش جايب غايطه هاي صغيره غاديرها هيا سيدي روحنا منا روحنا للبلاصه وين غادي تورنو منا كان واحدين يتورنو قال لك انتم وجدوا رواحكم حامد شا يدير باه يهرب من الغايطه شا يدير قال حازم قال لك تقصر شويه بلا ما بدينا وهذاك القلال فيه الحزام وكلش
هيا دلق الله هكا ولا يهزم بما ينحلش اخي صير منه هكا واحد العقاد يديرهم ولا صير منه وصير هكا محمد حلمي فايت حميد الله دق لك طاح قال لها تنقلايلي حصلت غايطه في حازيم قال لك كيف انا جايبها من وهر النقوش قال لها تعرف خيم مخرج قال لها انا خيم مخرج قال لها مخرج قال لي قلايلي انا قلايلي قال لها هيا قلنا لها سي سي الغايطه في بالي تقضبها منه عمرها ما قضب غايطه راح جيت الشجره قال لها دقيت وحبست ابويا خي قال لك هيا الشجره ستفور وحكم منها هيا موتور ساتور اكسيون قال لك هيا بدا حميد طلع عليها من قلاد قال لك الاخر قاعد تشد الغايطه قال لها بدا هيا عيط لي قال لها قسمه مقروضه قرضها شادر حازم بيصدق قرض القسمه هذيك عيط لي محمد حلمي قال لي يا مصطفى اش تولا قلت له راه فيه الحر قلت له راه فيه الحر بان هيا كملنا معاه قصرنا شي يدير حامد قلع قال الله الحله قال لها قدي قال الله لك رد اه وش صرا هذا ستابو سوفينير هذا زعما خلي نعقل عليه في بلا حدود فوالا ان شاء الله نورا وش رايك في يعني في الانتاج تاع السنوات اللي مضات والان يعني اسك سي لو ميم يمور دوك مصطفى فنان يعني في مولود فنان وي ربما هذا لا ترومب هذه الناس هذوما ولاو ماهمش موجودين في الجزائر قلال ايه بداو يتهبش انا اش نقول لهم نقول لهم على حاجه هاد الناس هذو تاع دروك يحافظوا على المشاهد خاطش كاين دي فامي كيما يبغي الفاميليا تاعها الخير يخمم على هاد الشعب ثاني كي مد له حاجه اللي زعما كي يلعب في التلفزيون يلقي لايمهم كاع ما ينهبش ان سيرتان بوبليك صحيح يلق لو غرون بوبليك هذا لو غرون بوبليك واعر بات لايمه إلا تلعب لحاجة نقية حاجة اللي تفرحها إلا تجيب الكنة راجلها شيباني شيباني الحاج ولادهم إلا قاع هادو ما كاش اللي يهرب ما كاش إلا هادو قاع يتفرجوا في التلفزيون هذه المهمة اللي كانت الناس اللي كوميديان تاع قبل كانوا يخدموا عليها أنه كي يلعب يدير المشهد نتاعه ولا المسلسل ولا هذيك سي دي جو على باله بلي سي تو فامي اللي راح تتجمع ويتفرجوهم يعني بلا خدش للحياة بلا كلام زايد بلا جست عيان ولا قلت الواحد قال لي اللي بغى يتفرج ماشي اللي بغى يتفرج هذا مهمة هذه هذا الشعب هو اللي غادي يرحم علينا غادي يموت انسان ولا غادي تلقى هذا الشعب الشعب شنو غادي يقول الله يرحمه مسكين كاين سي بي عند ربي سبحانه ستان كونت كيقول الله يرحمه والله يرحمه بيان سور الباسي تاعك والدنيا وكل شيء الا تحافظ على الشعب انا واحد السيد بغى يدير لي سبوت بيبيسيتر قال لي مصطفى باه نديرو سبوت منه قلت له واه جاب واحد البرودوي منه قال لي لق نديرو هادي ونديرو هادي ونديرو هادي قلت له لا قلت له انت غادي نروحو حنا وغادي نطبو في هذا الدار قلت له انا غادي ندخل انت غادي تقعد برا قلت له ما غاديش يسبحوا فيك غادي يجيبوا لك قهوه يقول لك اودي عندي نتا داخل ومنا وكل شيء بصح انا ندخل انا عندي موت باس باه نوصل لهذا الفاميلي هذه قلت لها شو ولا انا كي ندير لك سبوت ونعطيك اين ايدي نعرف بلي هذيك ليدي غادي ندخل هذا الفاميلي انت ما تنجمش تدخل صح فوالا انا عندي الموت باس نسبقوا عليها باساج وحده اخرى نزيدو نشوفوا هذا لا فيديو رشيد نوليو لك ما تقلقش راك مصطفى فهمتو كي كنت كبير على دروك صغاري والله كنت كبير على دروك واه شوف هذا هذاك الوقت هذاك الحيه وين بدات العشريه السوداء واه في هذاك الوقت كنت كل يوم نزيد في الحزامه واحده كل يوم وكل يوم بنادم ينقص ينقص شوف واحده ضحينا على خاطر هذا الشعب هذا خاطرش هذا الشعب عزيز صح ويستاهل كل خير خاطرش علاه هذا انا ما ندمش عليها حياتي هذيك الخدمة تاع العشرية السوداء ما ندمش عليها حياتي خاطش عليها وفرحان كيما يقول لك في ارتي هكا درت الواجب تاعي درت الواجب اه وي مصطفى الكلمات تاع تسرفو واش معناتها تسرفو تاع ما تخمم مليح فهمتو روينا ها وقلنا لها الروينه رانا فاتت الروينه تسرفو مصطفى كي نقولوها فوالا حنايا كي نقولو تسرفو والله ما نجم نقول لك بصح كي نقولها لك يقول لك انت عندك في الخبيصه عندك في الخبيصه حبه قليله في السوق اش نقول تاع حبه قليله في السوق في اللهجه الوهرانيه نصبوا كلمات كثيره من اللغه الاسبانيه مصطفى نقدر تقدر تعاود لنا المقطع هذا اوه شوف
شنو قلت عليها؟ نديروا الروينه ونديروها في الساشيات ديريكت الخارج. لا 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 هذه نجيبوا بها الدوبيس باين سير فوتا. ايام جميله شابين. مصطفى تما يبقى دائما معطاء. فانت مصطفى اللي نشوفوه في التلفزيون هو مصطفى اللي نشوفوه في الحياه. فوالا شوف غادي نروحوا نروحوا للمعرض تاع اللوحه الزيتيه. ايوه غادي تدخل في زيتي من هنا غادي تلقى طابلو تاع بيكاسو غادي تستغل لك الاوريجينال غادي تقعد معاه بزاف. يو سبيك انجليش خضرات بالجمعه تقعد معاه بزاف هذاك بيكاسو الاوريجينال تشوفه مي فوت البانسو ومن هنا الدنيا من هنا السينيتور تاعها كي دايره وكلش غادي طبطه بصح لك تكوبي غادي ديرها تجي فايد تقول ايه تاع بيكاسو هذا تجي فايد تروح لبلاصه واحده اخرى صح الاوريجينال الاوريجينال كلام كبير على تبغي تي تونتي دو فيغ هادوك لي سكي ديفوني توندونس لي وان مان شو سيتير تطلع في مسرح وتت واه تنقصح ما تقصحيلاش دخلت لا 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 انا غاضب انا غادي نعطيك غاضب راك غاضب شنو قلتي لي لي وان مان شو لي ولات توندونس تطلع شغل بالنسبه في الجيري حاجه جديده وبالنسبه للامريكان مي كان نواري بلون كان هو مان شو يا حاجه ثقافه جديده دخلت عندنا والناس غا راحوا معاها وما شو ما عندها الشعب كبير وما شو بديجا في لاصال تاعها ترفد واحد 60 ولا صح ما تفوتيش فوق 60 خاطش علاه انا بانت لي وصبحوا لي الناس اللي راهم يسمعوا فيا وما شو شكون يسمعوا يسمعوا لي كومبليكسي يسمعوه اللي تيميد فاهمه ما يلزمش يسمعوه لو غرون بوبليك فاهمه خاطش عيد لاصال تاعها وين يلعبوا المهم شو غادي تحسب لي السياج تاعو واحد 60 ولا 50 لو ماكس وي فوالا لو ماكس هذه هي هادو ما يقدروا يكروشوا معاك فهمت غون بوبليك يقدرنا ان غون بوبليك امبوسيبل نيشان صاحبي رشيد عباك هو راه يتفرج والله لا والله راه عجبني لا 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 بايش هو شوف شوف انت على هذيك قلت لك راك تتفرج رشيد بوزيت كيستيون بيرتينونت في بلاصتها مصطفى الاولى قال لك ما فاهمكش بصح جاوبك جو بونس باللي لارتيست كيما مصطفى يلعب بور سو فير بليزير لوي ميم باش هو يبغي يفرح روحه تلمو اللي عنده شخصيه شابه مين يفرح روحه يفرح الغاشي صدي ما يلعبش ما يديرش لانفيرس بكري كنا نديروا العرس كنا نديروا العرس كنا حاسين حاسبين رانا نخدموا العرس وهي لا هي ما تنجمش تقعد فيها يعطوك ان لوكال هكا بعد ريبيتي انتوما وصحابك هكا بصح ما كان لا شعب لا والو شنو ولا اختارينا حاجه قلنا نديروا العرس كاين سيرتا بيبليك تما وشوفوا النيميرو تاعنا الى فالاب ولا ماشي فالاب نديروا هذاك في العرس نديروا النيميرو الناس تضحك منا قال الشاشه هذا خدموه انا قال هذه ريبيتيسيون اللوكال تاعنا العرس هو اللوكال تاعنا وهي ماشي ولا دونس اللي نديروها لا دونس حنا ماشي دي دونسور ولا لا دونس اللي نديروها تنطيحوا في حفله هكا ولا نديروا لا دونس هذيك الدخله الاولى تاعنا سي لا دونس سي لوبيراج هذوك لي الشعب كي داير هذوك لي صح مصطفى هذوك لي با اللي الناس عرفوكم بهم كيفاش تجاوب هذوك لي هذيك لا دونس تاعنا وحنا ما نلعبوش على الدربوكه على الاخر حنا نلعبوا على جو دو باس نرقصوا على جو دو باس على الرقصه تاعنا ديفيرون على الناس نخدموا على جو دو باس حنا نخدموا على هذوك الصوالح على لا دونس تاعنا ديفيرون هيا نديرو فاصل ونوليو مع صلصة لورانيز وفي حصة رانا سهرانين مع رشيد شهرزاد هدى مصطفى ونورا ديرو فاصل ونوليو سهرانين مشاهدينا في رانا سهرانين وهاد السهرات الرمضانية اللي رانا فيهم مشرفين فيهم ومزهيين ضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا رشيد شهرزاد مصطفى ونورا وكذا زميلي محمد سلطاني مرحبا بكم جميعا مرحبا مشاهدينا الكرام إذن نروحوا مباشرة لاستقبال موهبة جزائرية يقلد الأصوات ولا يتكلم بطريقة غريبة شوية مانيش عارف نستقبلوا نستقبلوا كامل تحت تصفيقاتكم محمد وجينجو أيوة أرجع محمد سلام 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 عليكم سلام سلام جينجو صحاب طارك لا يسلمك تي زادة لا يسلمك خير خويا كيراك شيخ هداس الحمد لله الحمد لله سلطاني صح اخو صباح بيان صح طورك
الله يسلمك. هاك تصونيك ساعات وريتانك كيما مصطفى هاك وريتانك تصون شيخ خطرات بالجمعه انا الجمعه بالضبط نيحه ويكان كنولف واش راكي طاطا صافا بيان وانت عندنا شغل فايدر واش رايكم لاباس انتو شي نحت الزاز ها سامحني سامحني قلق ديت ليك صدا تاع الصحة دو صفقوا عليه قال لكم بيبليك صفقوا عليه تاع الصحة تاع الصحة صحيت لي زير والله رشيد ما شتوش خو ها رشيد شيخ رشيد كي راه غايا واش راك لاباس لا غايا الحمد لله اختي شنو دايره فيا شهرة دات قال بلاصه يا سندريون الله طاح لك صداتك ولا نسيت صباط صباط قال لك ولا طاح لك الصباط واه طاح لي بصح داك الجزائري لميته ها صح شاطره ما شاء الله يا شو بصح جينكو رشيد واقيل ما يصومش صومش رشيد لا صوم لا صوم خويا صوم وريت انك واش نعم جينكو انا حياتي كاع انا صايم من داك ياكل تاع مور البابا هذيك خلاص يصوم يصوم نصوم انا قالك ما تبدلنيش تقول ما درتش معاها انا شوف يعني قاعد قدامك ما سمعتني هدرت والو واش قلت له جينكو قلت له ما تبدلنيش لا لا قلت له هذا ولا نقول لك ها ولا نقول لك واش قلت له من بعد تقول لي بصح جينكو مصطفى ورينكو وين راه ريغو راه غايب راه منك ها ريغو وين راه كلاش في الدار خليته في الدار شكون رينكو كي مو تعطيني الهيدوره تاعها الله يرحمه صار عليك شي قتلتني ديريكت لا كي تموت وانا كي قالوا لي وجايه رحت ستيكيت روحي شاني درت سيشوار اليوم درت سيشوار على جالك ايه راك تيشيرت صفار وكاع راك حاله الله انت تقول لي والله علاش بلوسيا او زعف شمح يبكي راه يبكي راه يبكي زعما اسكت زعما فوالا انا نقصر شيخ والله غير هدي ليك محمد سلطان سلطان يدي قتلو الا ديق لي يا اخو تعطيت نسقسيك وعلاش قاعد يخرجوا فيك يخرجوا فيا اه ما يخرجوش فيا رمضان ثاني خرج فيك او انا مع رمضان خاوه خاوه جينكو لا خاوة خاوة أنا نصوم يا أخو ماشي كيما مصطفى قاوي سلم لي عليه رمضان وخو شعبان الله يسلمك نسلم على شعبان وست أيام نسلم عليهم ثاني شو يحتار شواش شواش يدلك على جارك سلم على جاري جارك أو جاري مصطفى رشيد 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 مصطفى هنا ولدو رمضان مسكين فطرت ليه جاري رمضان جارك رمضان هذا وين ساقت صداع الخير سلطاني واش الله يسلمك الله الله غالب يا خوت حياتي حياتي طاطا شكون؟ انت انا؟ لا لا راني نستغل فيك صح راني لا دوتي وي ما شاء الله الزين تلمو راه يدفك انا باغي نسقسيك وين انت صاحب صاحب صاحبك؟ انت انتوما صحاب وين انت؟ وين انت؟ من 2019 ايه كعلاقت كاينه منها جينكو ولا ويخرط كاينه كاينه انا كنت عايش في فرنسا وانا دخلت؟ تاسك عيطولي نجي نخدم في الجزائر آه. انت شكون تحدي الجزائر ولا فرنسا نحب الجزائر بيان سور خلاص مالها بيان سور كيفاش بدات الصداقه ديالكم بدات خلينا نقول راه قولها بدات راح اسمح له اسمح له اسمح له يبغي كلمه يبغي يدي كلمه ماشي باسكو انا ما هضرتش غير داقت لي شويه كي غير يهضر تي روح هضر انت بدات في جويي 2019 En fait, en avant de l'équipe, j'ai fait en 2018. J'ai fait en septembre 2018. On va être maquage les marionnettes au Zaïr. Ça, on a quand même dit que c'est France, quand tu Voilà. On va être, ben je m'en rends compte, je m'en dis rien. J'ai une petite marionnette. J'ai été à 75 000, c'est rien, vraiment c'est rien. On va être, peut-être dans des vidéos et tout. Comme on dit, Jingo, aïe, tu l'as, parce qu'il a pas de malheur. Mais le chaque année, j'étais le juif 2019. بديتها وحدك ولا كيف جيت تابي ايرانجيري طولو ايه صح صح خلصت بلاصه ولا نص بلاصه ولا جيت في جيت حراق حراق قبل ما تكمل برك نشوفوا مصطفى عنده مكالمه ونوليو معليش ما يزعفش جينكو ها كيهضر الشيخ الله يحفظك الله يحفظك
مأدب. مصطفى قول الو تشوف. الو 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 كي راك داير خلاص دار الشر. الله يسلمك. اسمع راك راك منك راك منك تورناج دير لاكام دير لاكام دير لاكام. ايوا عقلتو عاود تشوف. الو يا 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 قال لك راك منك في التورناج مصطفى. واه عقلتو مصطفى. واه عقلت الزيتوني ديرو غادي كاين الزيتوني غير غادي كاين الطعامك لا خور تعدي خضراء كي سبوها شباب تعدي خضراء. الو 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 سلام الو اون سي اون واي دقي خلي ميساج. يا صاحبي يا صاحبي لم يعود فيك لم يعود في الخدمة. تبغي نفوت لك فقدة نفوت لك أقار فوت فوت هاوي معك عبد الطيب مصطفى عاود له عاود له التليفون عبد الطيب. الو الو واخويا ابويا خويا كيراكم دايرين لاباس خويا قضبتوني يا صافي ها كيراك عبد الله الحمد لله ونشكر اخويا وانت كيراك داير والله لا بها الحمد لله يا ربي صافا غايا والله لا غايا شرعتكم الليل ولا النهار ها شرعتكم الليل ولا النهار او صافا بيت قرقاشنا شرعتكم الليل ولا النهار عندنا ما نهار ما الليل احنا الحشيه احنا رانا عشيه. مليحه يا مليحه زيتوني والاول حزيم احنا ما عرفنا بلي حازم. حازم الو حازم وا مصطفى ها ولا حازم ها ولا حازم حازم يا شدي ديك الكومو. واه 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 كان اخويا واه كانك الحاج لاباس الحمد لله وانت والله لا غايه عبد القادر يقول لي يا خط بخير معاك. سلم عليهم كاع سلم عليهم. يسلمك ربي يحفظك راه يبلغ ان شاء الله. غادي نبرع عليك دروكا. في خاطر حزيم في خاطر حزيم كنت غادي نقول لك حزيم في خاطر حزيم في خاطر في خاطر ليكيب تاعنا عبد القادر بختار كاع سيك ليكيب ليكيب تكنيك اللي راهي تماك. ميرسي. ايوا. اسمع قرع ما تقطعش ما تقطعش قرع قرع شو انو حزين بختار بختار مصطفى بختار. الو الو بختار كي راكي بخبخ هيا صافا الحمد لله كنت واحد سبع تعرف انا انا نهضر وحدي اي حكمت لك راك تنشق علينا احنا واقفين نصورو انت راك تنشق علينا اي حكمت لك ياك اي حكمت لك والله لا تاع بصح شفت احنا واقفين تورنو وانت راك تضحك صعب بالله تاعي تما وفي الفاس دابا الحمد لله اختي الحمد لله حسيت وانا كراهو معانا هنا والله اي الحمد لله الله يطول عمرك سلمك ربي يخليك سلمي لها لاخويا سلمك يبلى اخويا يبلى ان شاء الله ان شاء الله اي روحوا تخدموا روحوا انا دروك واحد القرزي هذا تاع حازم في التليفون بان لي كيما واحد الزميل ثاني راه يطردني معنا سمو الزيتوني هو عرفت بلي ديكيب عرفت الحمد لله يا ربي فاق لهم مصطفى ما حبش يدير لهم تاع راني في باراج ولا يعرف يعرف دير لاكام دير لاكام الله نعاودو نقولو ليك نورا كي نشوفوا هاد المواهب نتيا واش تقدري تقولي لنا عليهم والله يعني اكتشاف كيما هكذا كل مره تجيبوا في سيرتو في الحصه لهنا في قناه البلاد يعني راكم يعني روعه كل مره تجيبوا موهبه سواء في الغناء سواء كيما وليدنا هذا الله يبارك صافي بليزير انا نشكر بزاف جينغو الله يسلمك شيخ وخويا ربي يطول عمرك ان شاء الله بون كونتينياسيون ان شاء الله وهذه حاجه مليحه صافي بليزير هاي خاطرك شيخ صح صافا لو كان يعطي لك يجي جينغو تقدر ها جينغو عندها لا 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 عنده الكرسي دخل انا باغي نعرف مين تخرج الهضره نتاعو الهضره تخرج من الفم نورمال مي لي زيفور يكونوا من الداخل بالكرش السوفل ولي كورد فوكال
فوالا هذه هي هذه تولي خلاص بلا ما بلا ما اسمها محمد بلا ما يبوجي شهرزاد حبت تسي سي تشوفي شهرزاد تسي سي سي جاتي يا ما كي تهضري ما كنتش باني بلي تهضري راني بوتخي لوك دوفيس اه مي سيري انا اه وي سيتاني هو سيتاني فورم ماشي نروحو نديرها اسكي اسكي امبرسيون سي كو شفت فيديو اكتشفت روحك باللي تبو الفير و سي انكرايبل فيها خدمه فيها خدمه هذه ايه وما تحسش باللي نقصك نفس احكي لها اه فيها خدمه تكنيك ما تحسش باللي نقصك نفس كي تكون تهضر سي سي لازم اون فيت لازم تكوني سبورتيف باسكو تحقي البواطه ايه تحتاج لو لي بون تقسمي روحك على زوج دوك انا راني بنادم ويدي بنادم واحد اخر ولا تخمم بالخف صوالح ثلاث صوالح سي صح وي والسوجي صح واش جيت انا كي بيان سير والثاني اللي تخلق له باب بيرسوناج تاعو يعني طريقه الهضره تاعو طريقه التفكير تاعو الكاركتير تاعو لازم يكون ديفيرون اه باش ما يكونش باش ما يكونش يتشابه اللي ماريونات واحد اخرى الحاجه اللي مليحه سي كو اترافير سا كوم ماشي انت تقدر تقول بيه واش ما بغيت فوالا اكزاكتلي كوم ماشي انت يحصل فيا انا اللي نحصل فيه كي يبغي يربح العيب ما يربحش هو يربح بيك صح 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 هادي فقتلها فقتلها شي نربح العيب شغل كلمات نورمال نقولها فاش تعاونوا تعاونوا فوالا فاش جريغول تعاونوا جي انا مودوني تامن باللي راه هو اللي يهضر انا انت اه يعني ها طول هاد الشيء قاتل ليك والان وصلنا لفقره كلمه وحكمه معك رشيد نروحوا للفقره ديالنا اللي رانا نستناوها كامل كلمه وحكمه بعد الجنجل اذا واش مجتنا اليوم رشيد على بالي مع بلا بريزونس تاع مصطفى ديوانينغ باسكو جي في شونجي كاع الاخر بون اليوم روحت لواحد الماتل شايع بكاع في الجيري كاع الجيري يقولوا ماشي كاع الجيري مي كاع المغرب العربي يقول لك ربي ربي سبحان ربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي هذا ماتل شايع كاع في المغرب العربي كاع بارتو يقولوه في المغرب في الجزائر في تونس وفي ليبيا وهذا المثل ينقال وينتا هذا المثل ينقال من يوقع واحد الجدال سورتو في الامور والاحكام الفقهيه في الدين الناس يتغانوا كل واحد يبغي باسكو الناس قاعدين متمسكين بالدين تاعهم كل واحد يبغي يبين باللي يعرف مي يا دي جون اللي يبغوا يفرضوا الراي تاعهم في قضيه ولا في حكم ما ينقال وقت اللي الواحد يكون كونفانكو بلاتيز تاعه مي ناريف با باش يفرض باش يامبوزي في الجماعه هذاك الراي تاعه مين يغلبوه مين ما ينجمش يقول لهم بون تفهموا ربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي سينو مين يكون كونفينكي بكاش حاجه بصح ما يكونش عارف كي 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 وصلها للناس مين يغبنوه ثاني وقال منا كل شيء قال لي ما تقولوا لي لا منا لا من هيه ربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي هذا المثل ليكسبليكاسيون تاعه ماشي صعيبه مي اللي تنقال ما منهاش باسكو لو كان تروحي في المغرب يعطوك كاع الناس في شاك بي يقول لك هذه ميمونه مراه شيبانيه كانت عندنا مغاربه يقول لك كانت عايشه في الريف وهاسترالها هاسترالها ويحكوا لك حكايه في الجيري لا ميم شوز في الويست ولا في السونتر ولا في ليست توجور يقول لك هذه ميمونه كانت عندنا وهاسترالها تروحي لتونس لا ميم شوز تروحي لليبيا لا ميم شوز داير في ليبيا يقولوا ربي يبغي ميمونه وميمونه تبغي ربي وتوجور الناس تمدوا على ديزيكسبليكاسيون من بين هاد الشروحات غادي نقول لكم زوج بون كاين اللي يقول لك باللي هذه ميمونه هذه مراه كبيره شيبانيه كانت تروح للجامع تصلي ومسكينه ما تعرف والو ما حافظه قران ما تعرفش تنطق ما تنجمش تحفظ وما تعرفش كاع كي تمارس هاد الشعيره الدينيه ما تعرفش كي تمارسها وهي تروح مسكينه بقلبها الور الناس يخرجوا لها تما في الجامع رجال ما تعرفيش تصلي صلاتك باطله صلاتك ماشي صحيحه اللي كتعاوديها كثروا عليها الهضره وهي مسكينه وصلت واحد اللاج مع الاميه وكل شيء وين ما تنجمش تتعلم صاي ستوبات ولات ما تروحش الجامع الامام روماركا باللي هاد المراه مش هادي نقول لك بارمي لي فيرسو اللي يقولوهم الناس الامام كشغل روماركا هاد المراه اللي راهي تروح راه عندها الدار شافها باللي راهي تغيب ما ولاتش تجي الجامع راه عندها الدار قال الحاجه توحشناك ومالكي ماكش تجي قالت له ما قالت له ما عندي قاعد معكم قالت له انا ما نعرفش وما نجمش نتعلم قالت له وكتلوني غير ما تعرفيش ما تعرفيش قالت له شوف انا نبغي ربي ونعرف ربي وربي نعرف اللي يبغيني ويعرفني الور اقعدوا نتوما وانا راني وحدي خلوني بيني بين ربي الامام يقول لك باللي جابها للجامع وقال لهم اسمعوا
الحاجة خلوها تدبر راسها. مكة ما دخلكم ربي، يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي. يعني نوتر فيرسيون يقول لك باللي في منطقة أخرى يقول لك هذه ميمونة كانت ميت تصلي تلموني ما تعرفش شي تقول، ما تعرفش القرآن، ما حافظاش مسكينة ما سيدير بورال، وما تعرفش قاعد تمارس هذه الشعيرة. كيس كيل فوزي صار لك كيما صلاة جنازة، كي تصلي في جنازة يقول لك كاين ربعة تاع التكبيرات تقول الله أكبر، كاين واحد الدعاء ينقال الإمام شي يقول لك، يقول لك بون أنت لا ماكش حافظ ذاك الدعاء التسيفي تقول غي بينك بين قلبك يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، وإلا كانت مرأة اغفر لها وارحمها. هذا ما تقول، وما هي كاين دعاء هذا بالنسبة للناس اللي ما يعرفوش. يقول لك بلي هذه ميمونة تلمو اللي ما كاش تعرف، ما حافظاش قرآن مسكينة ما تعرفش بنيتها، شكل مي تصلي الله أكبر ربي يعرف ميمونة ميمونة، هذا ما كانت تقول عليها رزقت فيها هاد المقولة. أنا جو تروف بلي لي دو فيرسيون ماشي نيشان، عندك شوالا جو تير شابو وبيان با للإنسان اللي خرج هذا المثل، هذا الإنسان اللي خرج هذا المثل جو لوي تير شابو، باسكو جاب واحد العبسة اللي لو كان نخمولها تفهموا غاية الغاية شوالا ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي. أنا جو ديفي كيكون كان، جبدوا لي ديكسيونير، جبدوا القواميس تاع اللغة العربية، جبدوا المعاجم، جبدوا كيف تبغوا، عندكم جوجل تدخلوا كتبوا ما معنى ميمونة، ما معنى ميمونة، هاد لو نون بروبر ميمونة جاي من اليمن داكور، مي لمن ينقال غادي تلقوا في لي ديكسيونير صدي ماشي هدرتي، وغادي تلقوا في جوجل يقول لك ميمونة الشرح تاعها هي المرأة الطيبة السعيدة والمباركة، غادي تلقوا هاد ثلاث الأوصاف للراجل ميمون لا ميم شوز، الرجل الطيب السعيد والمبارك، هذه تنجموا من بعد فيريفوها. انا عارف شنو نقول لكم، على نقول لكم بلي جو لوي تير شابو بيان با باسكو ما خلاش الناس وين تخرب، كي يكون انسان ولا مراه نقعدوا في مراه في ميمونه، كي تكون مراه طيبه صافي دير كوا كي اس كي فون اون بروفيتي من لا بونتي تاعها من الطيبه تاعها، شكون سي الغاشي الاخرين سي لوتروي سي با هي، انا كي نكون بون هذيك لا بونتي ما تخرجش عليا انا، تخرج على الغاشي سي الغاشي اللي غادي يستفادوا من الطيبه تاعي، من جهه الغاشي الي بون وهي سعيده. شكون اللي يستنفع من السعاده تاع الانسان تاع سوامام، شكون هو سي الانسان في حد ذاته، انا كي نكون سعيد سي با لوتروي كيما في الطيبه سي با نتوما، انا راني سعيد مو جو سي هورو في لا بونتي داكور فو مي في السعاده سي مو. الور لو كان يلزقوا هادو زوج تردي الناس بالطيبه تاعك وتكون سعيد في نفسك انت في نفسك شي يصرى فو سري بيني تولي مبارك. علاه قلت لك هذا اللي جبد هذا المثل سي طادير كي تطبق هذا المثل تاع الانسان لا يدخل فيما لا يعني لا يعنيه، والانسان اللي يكتفي باش يكون بون il sera toujours heureux il sera toujours béni par dieu. يعطيك الصحة رشيد، يعطيك الصحة رشيد، بصح يعطيك الصحة رشيد. واش رايك مصطفى في رشيد؟ رشيد حاجة كبيرة حبة قليلة في السوق. ربي يخليك مصطفى. تعرفه مصطفى؟ نعرفه نعرفه، ما قالكش باللي اللي عقل كنت نقارع في ترونسبور هكا وحبسني باللوطو وجبد لي البلاك تاع العقلية تاع حمام. هلو 94 بون هو يعرفني بار لي فيديو اللي يديروا لي لايف اللي يديرهم تاع اورو ليفاي. الله يبارك خويا. وبالمناسبه رشيد رايحين المشاهد الكريم يكتشفوا طيلة الشهر الكريم خلال كلمه وحكمه، ونحاولوا في كل مره هكذا يجيب غير الله يجعل ربي تردوا علينا هذا ان شاء الله. ان شاء الله امين، ان شاء الله ربي يجعلك شغل ميمونه يعني. باسكو حنا اون ايسي دو جوان دو لوتيل ا لاغريابل نضحكوا مي ماذا بينا نستفادوا. انت تتمنى ربي يديرك شغل ميمون يعني. اوه وشكو كيف انت ميمون؟ لو كان انا نكون ميمون بهاد ليكسبليكاسيون اقسم بالله كاين هيمون تاني. واه هيمون رانا في بدايه رمضان ان شاء الله، نتمنى الناس تصوم بالصحه والخير والهنا، بصح ما تنساوش ديروا الخير، ما تنساوش كي طيبوا زياده وكلوا الناس الاخرين، وماشي باسكو رانا في رمضان نكون طيبوا بلا طبع، طيبوا بقياس،
هضرنا على الخبز، ما تضيقوش ما تضيقوش الخبز، هضروا كلوا 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 بقياس. هذا ماشي شهر تاع ماكله، رغم اني ندير حصص طبخ، انا نقول لهم ماشي واش ندير لكم في الحصه، روحوا طيبوا كاع واش ندير. هي افكار نمدها باش كل يوم تدوا منها فكره تفيدكم ان شاء الله. الفكره انه شهر عباده، شهر خير، شهر تقرب الى الله اكزاكتو، وشهر ثاني حتى فايده للفايده لجسمكم. يعني ما راناش نصوموا ما راناش نصوموا باش نفرعوا لي ستوما تاعنا، رانا نصوموا بور بيوريفيي نوتر كور نوتر ام في الاول، الروح نتاعنا، ومن بعد كاين الكور نتاعنا، الجسم نتاعنا كاع العام وحنا ناكلو. خلوا له شهر، خلوا له شهر يريح شويه، كلوا بقياس. وهذا بشويه غير عندي واحد الرسات غادي نبدها لاختي في بالي، ما تحسش ديرها في الكاس. قول لي طاجين الاخر طاجين تاعك. شوف غادي نعطيك مداري نخدمها انايا. روح كيف تصنعي التكتوكه؟ تشري كل مطر تاع الحماس واش غالي في لاباستي صح، شويه توم شويه معدنوس شويه كرافس، تكون عندك حبه بيض ولا حبه ولا دجاج ولا العظم، دير المجموع في الطنجره داكو، وتكون عندك لا كوكوط ميني باش يجيو طرو. ندير بالقشره ولا بالقشره العظم؟ كي تبغي. ما بغيت صادي بوكي اللي بغيه بالقشره، كي اللي بغيه بالقشره. واللحم خليه بالشحم ولا بلا شحم؟ لا الشحم مليح خليه يدور تماك شحم صح. دير التفاوح ولا دير المجموع في الطنجره، تكون عندكم لا كوكوط ميني باش يجيو طرو الفوق داكو. فوالا وشحال هكا كيطيب ساعه؟ غاز دو فيد ماشي غاز دو بيطان يطلق الدخان، فاهمه؟ واه. وديري المجموع في الطنجره، دوري ربع خطرات هكا، جوج خطرات هكا، الملح ما نملحش باري شوي خطره هكا، واه قود هذا الطنجره. وعلى خمس دقائق تقول شاهيه طيبه. سيداتي اونسي سادتي، في فرصه اخرى نقدم لكم طاجين بالكابويا وقوطي غلوريا. شهية طيبة بيان سور، وطيلة شهر راح ترافقنا شهر زاد بليكود تاع مصطفى. زوج وقيلة واحد، قلت لي واحدة، قولي الله يرحمك شوية علي غوتور لك. وقول لي حنا يصروا لنا خطرات مشاكل في التورناج وكلش، انت عمرها ما انحرقت لك طاجين هكا في التورناج؟ جامي 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 ملي بديتي. سبحان الله ربي يطرح البركة. جامي. شوف انا ما نكذبش، هو قضيه تاع ملح صح. لا لا جامي جات مالحه. تعرف بلي تجي الماكله في الطياب كي نطيب خير من داري خطرات. يا yeah. والله العظيم. شوف حاجه حاجه نقولها للناس ضروري. الحرور الحرور سلطاني جات حرار. حاجه نقولها قطري. انا نبغي التفاوح حتى ما كطرش، ندير غير باعتدال. عندي واحد الشيمي عمرها ما انحرقت لك. جامي انحرقت لي والو رشيد والله العظيم. جامي ما صرت لها ست سنين، ست سنين وانا نطيب. جامي انحرقت لي. حاجه نقولها لهم، حنا لي لي بلا سوكري تو سكي كيك ندوبليوهم باسكو ما نقدرش نستناهم. نصور ثلاث حلقات في النهار، كل حلقه فيها وصفتين ولا ثلاث وصفات بزاف، سينو ما يقدكش الوقت. لي سوكري ندوبليوهم، تو سكي اونتري و بلا نديرهم سور بلاص. والحمد لله انا كي نطيب كاع ياكلوا ويشربوا ويترحموا. صافي في الدار بلا طياب تاع التلفزيون. بالضبط ما حرقتي لا شي. ما كاش كاش نهار هكذا ما كان الملح درتي السكر والو. انا قلت لهم كي نخلص طيب غايه في الدار خطره في الاستوديو طيبه في الدار. ديري هذيك الماكله في الدار. لا لا ماشي غندير منها وايد كاش نعرف طيب. انا نجربهم انا نعرف طيب خير منك. باينه باينه. ندير بطاطا مقليه. انا كي شفتك كيما ها قلت لهم شاف عندها يدين تاع شاف. فوالا باينه باينه. واش غندير مصطفى؟ بطاطا مقليه. بطاطا مقليه بيض مقلي لا ولا بيض مقلي وبيض فايد. تعرف دير الماء في الكاس كيما البارحة كليت فايد بيض قطتني عضة البارح. فايد فايد بيض هو قطتني عضة ولا بيض فايض قطتها وين؟ مغلي يعني قطتها عضة. هذه تاع فشلتي ركبت ركبتي فشلتي ونسيم وانا وايد دقيقة. واش تبغي؟ خليني سؤال واحد الكلمة ثانية ثانية شهرزاد. قالت لك بصح ليك وجاوبيه. قالت لك انا كي نخلص نطيب مليح. كيف هذه مصطفى؟ تسمى تسمى نسانا في الدار كاع يخلصوا يطيبوا كيف يخلصوا؟ او شهرية اللي ما تروح يخلصوا هما وحنا عيش الدو هكا وننقوا مع الطريق هكا. هذه المعنويات زين مصطفى. هي كل صبع بصنعة وانت كل يد بصاشي وتزعق ولا واحد الله ولا شريك لا ثلاثة أربعة خمسة ستة عاود يروحوا الحساب ما تسمحش هنا في أي واحد الله ولا شريك لا ثلاثة. مصطفى واش تبغي تاكل؟ حاجة اللي كي تشوفها فوق الطابلة تفرح تفرح. واش تبغي تاكل؟ شوفي نفرح أنا السردينة حبة فوق حبة سكابيتش. سكابيتش وسكابيتش ولا بالشرمولة؟ بالشرمولة بالشرمولة اللي فيها الداخل المعدنوس والثوم وواحدة فوق وحدة لازم الفريت وسلطة وورقة حشيش زيتون زيت زيتون زيت زيتون
زيت زيتون ولا بالتراب اللي حتانك بالتراب شابة خضرات تجي مع التراب الحمر ولا لسه ولا لا رملة 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 واه تملح بيها واه الملح بيها كيما الخضرات درنا درنا هالخضرات درنا طاجين شباب زدنا معاه برويطة غرافة وش خراسيمة و سمك وليد بالا شحال ما ادري كان فيها المدري لا ما ادري كوفراج راه يا كوفراج والله إذن محمد سلطان يلحقنا الفقرة الكويز كويز ما عليك كويز ثاني كويز رانا مقصرين حبس عندك يا امسك رانا مازلنا سهرانين وانتم ما تحتونا سردين واطباق والوحده جيعان سردينه هذه تاع الشرموله اللي دخلت عندك بنا كيف دايره هذه سردينه شفتوا لا سردين ميديتيراني محمد اللي سكابيتش سكابيتش اسبانيولا خلاص اكو شهيت هذيك يطيبوها ويخلوها يخلوها يخلوها الشيه في الغدوه بارده بنينه كي تبرد تطفخ هكا خش كي تكون جيعان مصطفى كي تكون جيعان والصيف مصيف وتصيبها هكاك في الفل تسنى فيك ساقي ولا نعمه ناكلها بها بشوكه نعمه نعمه بشوكه والله كم جيعان شويه اذا مشاهدينا نروحوا لفقره الكويز بعد الجنجل عودة لكم مشاهدينا ورانا سهرانين في رانا سهرانين مع ضيوفنا اللي راهم نورينا اليوم ونورونا البلاتو مصطفى واختي انا رايح عندك هذيك الفقره فيها شطحه وغنيه شطحه وغنيه اذا دوك نتقاسموا ياك محمد لونيا شطحه وغنيه عاودي عاودي لا انقص وين خلعتيني يعني هاد الفقره نقول لك حاجه قبل ما تبدي علاه كي خلعتيني كي قلتي شطحه انا من الناس اللي بغوا يتفرجوا على الناس يشطحوا بصح ما يعرفوش انا من الناس اللي كي كانوا يروحوا للعراس ويحلفوا اليهم تحسب داري لهم دويره يقعدوا غير تما كيدوروا فيها وكاع نشطح فيهم راي يتحرك ما يتحرك فيها حاجه باغي نسقسيكم عليها مين تروحي للعراس مين كاع النساء ولا رجال ولا مين يروحوا للعراس قدام لا تخرجي بالضبط تقابلي المرايه ولا لا هذا هكا تقابلي المرايه بعدين مرآتي مرآتي باش تشوف لا لا خلاص ديروها ديروها انا ما نعرفش ديروها هذه ديريها على المرايه ولا ما ديريهاش على المرايه نشطح قدام الناس ما نعرفش زعما الدخله تاعك تاع العرس ثاني ديريها في المرايه بيان سور بيان سور دخله ديري بيت كيفاش كاع يشوفوا ديري بيت اذا نروحوا نبداو مع الفرقه الموسيقيه ديالنا Je sais pas. Je sais pas. شكون؟ سول كينغ. راك اورجي جيم. مصطفى رزق دوخ. ما عرفتهاش. مصطفى ثاني ما عرفش. رشيد. انا الاولى شكيت على الوالدين بعد. لا لا لا. باركانا. واه. يا نورا. رانا كاع لاغكي. كاع كيف كيف. علاه ما تسهلوش؟ علاه يا جماعه؟ حومتي يا. قروابي الله يرحمه الهاشمي. الله يرحمه ويسلم. ماشي هي تاع قروابي. جيب راسك ليا واجي نقصرو. عاودها لها الشهر لا انا كنت دار لي في كان في عمري 20 نعرفها خلاص هيا معليش نبدا راكم 0-0 واه معليش انا مانيش هيا نزيدو الثانية زيد دوزيام هيا اتكل على ربي راني محير بالربع ايه راني محير انا نحسب لي روحو راني محير راني محير بالربع 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 انا ماشي بالنص
لا بالربع هذه الحياه صح تعمل شكون صح شكون بلاوي الهواري الله يرحمه بلاوي الله يرحمه عملاق من عمالقه الله واه ولا لا تاع بلاوي تبلاوي شي حاجه نقري انت قدام زوج هي قلت لا لقيت صبار عقلي محاربين الموجات بحر غامق من جا داخله هي غرق يبقى مشوق ماشي احمد وهبي هي الاولى كاع الله على ما احمد صابر بلاوي احمد صابر لو بريسوار بلاوي واه يا احمد صابر عاود ولات على قلت لك بالربوع هو غناها الاولى هي تكلم هكا ضرب راني محير يا ناس ما بغيت تصبر وتاع الشاشة دروك اللي غناها بلاوي بالربوع هادي راني محير دوماج صحة صحة نزيدو نروحو نزيدو لنا ثالثة مصطفى مصطفى صح مصطفى خويا انت ليكيب هادي دات البوان هاد ليكيب هاد ليكيب دات البوان تبعكم راكدين لا نوره مزاله دوك يجي تاع محبوب جايه دوك انا نورمال هادي تعرفوها دوك نزعفكم هادي نورمالمون تعرفوها شهري تقول لكم ديروا لي حاجه سهله حاجه ما نعرف اسمح ديروا لنا حاجه تاع تلمسانه ديروا لها الغفور مثلا ما نعرفوش يا يا تخيل تخيل مع هي تاع ايدير واه على باز الله انا نعرفها باش ولا ما نغنى وعاود مامي دوبلا عاود هاي مون كور اوبي اي زوسو من ديرا برا انا كل خطره تطلع لي على جونتون نقعد نسمعها وانا كي نسمع واحد نسمع هاد فاصون اوبسيسيونيل نقعد نعاود فيها حتى نستكر انا دو بوين ما كان تقولي لا منها لا والو دو بوين والله انا قلتها لا شهر زاد والله لو قلت شهر زاد راسي ما قلتيها انت سبحان الله لا 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 شهر زاد حمبوك عطيني جيبها في راسي ما قلتيها انت حمبوك دراهم دراهم شوفي حلو ديرنييرمون في الشهور الاخيره نحكم مامي شوف الالبوم تاعها عاود ما ولادي اللي ما يعرفوش عرفوا تعرفوا على مامي فوالا جافي اون بيريود تاع مامي نسى ان بوين دونك انا قلتها معليش معليش واحد واحد نزيدو نسمعوا ونحن بنستاهل سما شهره سي دي بيريود مره مامي مره كذا سي دي بيريود مره مامي مره بلال يعجبني بلال مره حسني تفكرت حسني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه نزيدو نروحوا للمقطع الرابع باغي نزها باغي غردايا ايه تعبني مزها باغي والله غير ماشي 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 سلموا عليهم ماشي ماشي سلموا على ناس غردايا وسلموا ماشي 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 ولا ماشي 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 والله غير مصطفى غير جابها غردايا ناس غردايا ولا سيكلوبيدي على 3 دو ان يا دو ان معليش شي روا صح معليش عطيناهم بوان عطيناهم بوان زيدوا لنا وحده نزيدوا المقطع الاخر عمار الفني صحيح يا ايما في هذه لا انا خليتها بنت شويه هي حال المنطقه تاعها تاعها أربعة واحد سوغاراس عمار الفني سوغاراس فيل ولا بلاش مصطفى فيل مصطفى ما عاونيش هلا بالمحروقه والو راه طالق لو طياره وراه طياره انا على بالي والله على بالي كلمه هلا بالمحروقه من نهار اللي قلتوها بلا حدود وهي عندي الليله الاخرى هلا بالمحروقه لمبه 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 اطلق
قال لك بعد سبليمونتر بعد سبليمونتر غادي خلوها ارجعوا 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 شوف واحدة خطارة واعرة لمن ليهم هما والله لا بصح آه. صح صح ليهم هما خزروا فيا وخرج من الشعبية خرج كاع منا لا 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 خرج منا خرج منا خرج كاع من الجزائر خرج كاع من الجزائر روح روح لبلاصة واحدة أخرى ماذا بك تقول عند الشينو كاع سلطان ياك قرأت كيف أخو؟ أكتريشي يا شوف والله والو يا أخو غير أني نستنى أني نستنى أصبر نوض وردة الجزائرية لا لا أبو التيتر ما المهم أنا على بالي باللي سي لا ديفا ألجيريان هذه لا ديفا سهلة سلطاني سهلة ها أه؟ خلنا نشوية تلقاها والله ما أنا عرفتها أكذب عليك أكذب عليك أه وردة زيدونا وحدة تاع وردة سهلة عجبتني ماذا بيا يديروا إيميشون كيما هاك ان دوفيني ونجيبوا لي زيكيب جيبوا وردة تاع واحدة تاع وردة تراب صح حرمت أحبك هذه خلاص أنا أقولها أتكم صحة وتحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي راح ترافقنا طيلة الشهر فرقة زهوة بقيادة فيصل بن طويلب طويلب فيصل طويلب حين متعوا معكم شهر كامل يعطيكم صحة بزاف بزاف خاصة في هذا المقطع الأخير تاع وردة اللي فكرتونا في وردة رحمه الله رحمه الله نشكر كذلك اليوم إخلاص السهرة على كل صح حال مازال السهرات مازالها متواصلة طيلة هذا الشهر الفضيل أكيد أكيد معكم أنتم اللي جملتوها ونورتوها لنا اليوم مشبعناش منهم وإن شاء الله يكونوا مشبعوش منهم إن شاء الله إن شاء الله مع نورة كذلك اللي راح ترافقنا ممثلتنا القديرة راح ترافقنا في هذا الشهر ونتمنى أنه نقضي معك شهر جميل مين إن شاء الله رشيد كذلك شهرة مصطفى يعطيك الصحة ربي يطول عمركم إن شاء الله مصطفى يعني صراحة ما قد ما نشوفه الله يحفظك والله ما نشبعوا الله يطول عمرك بارك الله فيك جينجو يعطيك صحة صحة سلطاني الله يحفظك مرحبا بك ساسي تليزير كون أنا الشيخ شيخ وأخويا الله يحفظك صحت ماشي إذن ما يشعف إلى عندكم كلمة أخيرة ولا يا رشيد زوج كلمات رشيد بارح كلمة واحدة اليوم زوج الله يعطيكم الصحة كلمة واحدة رشيد الله يعطيكم قلت لك الله يعطيكم الصحة قلت لي قول غير واحدة الله يعطيكم صحة يا صحة شهر زاد الحمد لله كانت سهرة جميلة وإن شاء الله يا ربي يكونوا خفاف عليهم وإن شاء الله يا ربي نشوفوهم الأيام الجاية معنا سهرتكم وقعدتكم ما تنشبعش مصطفى صدقني أول مرة نتلقى بك شخصياً وأني فعلاً سعيدة لأني كنت من الفانز الكبار وضحكتني
جعلها صدقه جاريه هذه الحياه في ديك الدنيا فعلا. انه الابتسامه في وجه اخيك صدقه، وحتى كي تزرع الضحكه والابتسامه في وجه الاخر صدقه. نوره حبيبتي الطيبه الجميله الراقيه، عينيك شبي، ربي يحفظك حبيبه. هدى الانيقه والجميله والحبوبه، الله يسلمك، بارك الله فيك، ربي يسلمك. صح والله غير صح، انا قلت لك كلمه، يعطيك صحه سلطاني، بارك الله فيك، يعطيك صحه. نوره كلمه اخيره كذلك، اذا ما تقولش الاخيره ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا ضيوف خفاف الظل على المشاهد، وربي يدوم السهرات والمحبه بيناتنا ان شاء الله، من الملتقى ان شاء الله. جينكو معليش، كيف كيف صحاب تفاهموا، يعطيكم صحه على الدعوه هذه، شرف كبير لي كنت مع كما يقول لك البيلي تاع الفن في الجزائر وكبار الشاشه الجزائريه، ربي يحفظكم، بارك الله فيك، ورمضان كريم لكاع الجزائريين، وربي يحفظكم. انا نقول لكم يعطيكم الصحه غير شهره غير شهره، لا لا استعرف بك يا اختي، انا قلت لي صحه خلفت على خلص لك، اسمح لي صحه فيا يا خلاص. كلمه اخيره ليك مصطفى، ان شاء الله ما تقولش الاخيره، ان شاء الله خاص كي تقولي الاخيره سي واعره. بون اش غادي نقول لك؟ نسلم على خالاتي وعلى عمتي وعلى جدتي في الخدمه العسكريه، تحيه لمن تحب، وربي يطول عمركم ان شاء الله. نسلم على وليدي عبد الرحمن وليداتي كاع، وسمش والجوجه الكريمه، ربي يخليها عندها ان شاء الله، وربي يحفظكم انتم تانيك، وان شاء الله هذه ليميسيون هذه تكون ناجحه ان شاء الله بربي. نشكر الجوق ونشكر الجمهور تاعنا، هاي هاي، ونشكر الجمهور لو غرون بوبليك اللي راه يتفرج فينا، ونقول لهم ان شاء الله ديروا فينا ثقه، وان شاء الله كما يقول لك ديروا فينا ثقه، راح تكون في 10/10 هذا العام ان شاء الله بحول الله، وعندي في 10/10 ما عنديش خدمه بزاف، عندي واحد دي سيكونس، بصح دي سيكونس فيها بركه كبيره تبارك الله ان شاء الله، والحمد لله يا ربي، والله يطول عمركم ان شاء الله، وان شاء الله نرحموا على اللي زارتيس اللي ماتوا مساكين، امين يا نرحموا عليهم اليوم، ونقول لهم الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله، وربي يطول عمركم ان شاء الله، ورمضانكم كريم، يعطيك صحه. اذا هدى يعطيك صحه، ربي يخليك، تختمي ولا نختم هدى؟ نختموا كيف كيف، حنا متعاونين كيف كيف، اكيد اكيد انا راني نعاون فيك هدى. بون يعطيك صحه هدى، يعطيكم صحه كلكم الفنانين تاعنا وضيوفنا الكرام، الجمهور والفرقه الموسيقيه اللي رافقتنا، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله ان شاء الله. تفضل، نشكروا القناه البلاد نعم اللي لايمتنا، بارك الله عندنا هذه الحصه هذه، نشكروها بزاف بزاف، وان شاء الله كما يقول لك ما نستغناوش عليها، ربي يبارك فيك، يعطيكم الصحه. اذا لحقنا لنهايه سهرتنا تاع اليوم، ومازال سهرتنا متواصلين ان شاء الله طيله هذا الشهر الفضيل، بوجود ضيوف دائما رايحين ينورونا، وجوه القمر اللي راهي معنا دائما، ورشيد وسلطاني ونوره، وان شاء الله نكونوا ضياف خفاف عليكم، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في موعد جديد وسهره جديده. على خير، باي باي.